أقامت سفارة مملكة البحرين في العاصمة الأردنية عمان احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. وعبر الحاضرون عن سعادتهم لمشاركة مملكة البحرين احتفالاتها بالأعياد الوطنية، مشيدين بما وصلت إليه المملكة من تطور ورقي، داعين الله تعالى أن يمن على البحرين بمزيد من الازدهار والتقدم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وقد حضر الاحتفال جمع من أبناء البحرين المقيمون في الأردن، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين والسفراء والدبلوماسيين من دول عربية وأجنبية. اليوم هي مناسبة سعيدة على شعب البحرين، والكل فيها فرحان ومبسوط، وإحنا قاعدين نحتفل فيها سنويا بهذه المناسبة. نتمنى إن شاء الله من الله نعيدها علينا أعوام عديدة، إحنا والحكومة الرشيدة وشعب البحرين الكريم المخلص والشعب العربي. نرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة الله يحفظه ويرجعه بالسلامة، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة، وإلى شعب البحرين الوفي أسمع آيات التهاني والتبريك بجلوس صاحب الجلالة والعيد الوطني المجيد، والله يعيد هذه المناسبة علينا بالخير والمن والبركات، ويدم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله.